أهلا بكم. بعد عام على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ما زلنا نرصد بين خيام النزوح واقع العائلات الفلسطينية النازحة التي تتفاقم معاناتها يوما بعد يوم. نحن نتواجد هنا أمام خيمة عائلة أبو سل، نزحت قصرا في ظروف إنسانية صعبة وقاسية، تنقلت من مكان إلى آخر إلى أن وصلت إلى هذا المكان الذي يعيش فيه عدد كبير من الأفراد، من بينهم أطفال ونساء، في ظروف إنسانية صعبة. كما نشاهد هذه خيمة كباقي خيام النزوح، تتكون من بعض المقومات البدائية، الأقمشة، الأخشاب، وبالكاد تحمي هذه العائلات من أجواء الحر وأيضا أجواء الشتاء الذي سيأتي بقوة وبقسوة كبيرة على هذه العائلات التي لن تجد ما يحميها في هذه الخيام التي اهترأت، فهي خيام منذ عام كامل وهي على حالها في هذا المكان. وهذه العائلة منقسمة إلى قسمين، قسم نزح منذ عام ويتواجد في هذا المكان، وجزء آخر وصل قبل شهور قليلة من شمال القطاع وأجبرته الأوضاع الصعبة في شمال القطاع على الانتقال والنزوح القسري من الشمال إلى الجنوب. سنتعرف على قصة عائلة أبو سل مع هذه الحاجة. كيف حالك يا حاجة؟ الله يسلمك. الله يعطيك الصحة. الله يعافيك. الله يرضى عليك. إيش قصتك يا حاجة؟ كيف أوضاعك وكيف أمورك؟ والله الأوضاع صعبة، يعني قد الإنسان ما بده يحكي مش حيعبر على اللي إحنا فيه. الأوضاع أصعب ما تتوقعه أو أصعب ما يتوقع العالم اللي شايفنا وبتفرج علينا. الأوضاع زي ما أنت شايف، إحنا كنا قاعدين في خيام وشرايط، يوم ما تشتت الدنيا شتت علينا بيجي 10 دقايق هجينا عمنا مية. أنا عائلتي بنتي وجوزها وولاد ابني وداري مولود لحرب جديد، هاي الموجود. إحنا طلعنا في 12/10 تقريبا من غزة، نزحنا عن صرات، من انصرات طلعنا من الشيخ ضوان للشفا مشي، طلعنا من الشفا لانصرات مشي، ومن انصرات جينا على خان يونس في المدرسة، وتوجهنا من خان يونس لما انهجموا خان يونس وخشوا خان يونس اليهود، توجهنا على رفح، ومن رفح لما عدت اليهود على رفح رجعنا على خان يونس. احنا 4 مرات 5 نزحنا، والله أعلم احنا كيف نزحنا. أنا أخذت من الناس مصاري عشان أقدر أعمل لأولادي وبناتي وكنايني خيمة أستر فيها البنات. أنا أخذت من كل واحد مبلغ إني أعمل فيها خيمتي. طلعنا من الشيخ ضوان إحنا لا حول لنا ولا قوة، معناش إحنا من أول حال تعبان، ما زال في الحرب تعبانين، إحنا يعني تعبانين كثير. إحنا عايشين في حياة مش حياة، هذه اللي إحنا عايشينها الحياة وصلنا مش حياة. إحنا تعبنا، إحنا جزرنا، عملنا حل، شوفونا، توسطونا يا جماعة. إحنا عارفين مناش إلا رب العالمين، ولكن إحنا تعبنا. بعد سنة كاملة من الحرب ما زال الوضع على ما هو عليه، بل ويتفاقم مع كل يوم يمر. والله يوم عن يوم بزيد أعطل وأسوأ، يعني لوم الله، وأحيانا بطلنا في الطبيخ لكلها. إيه أنا عندي شباب كلها قاعدة، هي سمت شايفها فيش شغل فيش مشغلة. أنا عندي مولود حرب ما لقيتش عنده لبس يلبس، شحته من المستشفى من نسوان بلدين واخدته يلبس. إيه عندي صغار هي شايفها حتى لا لبس قط، ما عندهاش لبس تلبسه، هيو لا بنبز ولا حليب ولا أي حاجة عنده. أنا شحت منهاش وحدة، إيش بدي أحكي لك؟ ودائما إحنا بنقول الحال يغني عن السؤال، الواقع يعني هو أكبر شاهد على معاناة النازحين. صحيح. في هذا المكان. لكن مسألة أنه تكونوا عائلة كبيرة وتتنقلوا من مكان لمكان أمر ليس سهلا. لا، الأمر صعب، الأمر صعب جدا على المرأة أو العائلة نزحت 5 مرات، وكل مرة بدها مادة مش موجودة معنا. يعني كل مرة مرتها حملنا ليش عروسنا ومشينا فيه، أخذنا الحرام وهالفرش ومشينا. وعلى فكرة كنا بننام في 4-5 فرشات بنقسمنا بعضنا. قديش عدد كنتوا حج؟ عددنا 12 نفر 13 نفر، حتى إلي كنه وكمان ابن إلي طلعت على أهلها تشوفه، ومعها ولدين برضو، معها ولد من مريض حرب، مريض الحرب عمره 9 شهور كمان معانا في الخيمة، وخيمة واحد وبنتي وجوزها. ونحن كنا موجودين، شايف الرمل، شايف النار اللي أنا فيها، يعني معاناة.
واضح أنه العائلة في هذا المكان تمارس كل طقوس حياتها، تأكل وتشرب وتقضي حاجتها في مكان واحد، عائلة من أعداد كبيرة مكونة. الجديد في قصة هذه العائلة التي ذاقت ويلات النزوح من بداية الحرب إلى حتى مرور أكثر من عام وهي تتنقل إلى أن وصلت إلى هذا المكان، هي أضيف إليها هذه العائلة ابنتها وزوج ابنتها الذين نزحوا من شمال القطاع قبل 3 أشهر تقريبا وأجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب. كيف حالك؟ أبارك فيك، كيف حالك؟ الله يحفظك. الله إلى حتى هذا اليوم ما زالت بعض العائلات تجبر على النزوح من الشمال إلى الجنوب، رغم أنه نتحدث اليوم الشمال محاصر في وضع صعب، ما حد اليوم بقدر يطلع من الشمال. القصة كيف أنت خرجت؟ لقيت صلت على النبي بعد هيك، هذه بعد شهرين رحت بقيت بجيب التفاح ساكن ومية المية مبسوطين، وفيش بالأول فيش أكل ولا في شرب ولا في حياة ولا في نيلة، عشان جبت هيك الأطفال وخشيت بالحاجز وجيت تعذبت اليهود، وقول لك قلت له شوف الهوية، شوف شخصيتك، شوف مش عارف إيش. خشينا جوا، خشينا مية المية، هذول بدهم يأكل يشربوا، مش حياة. هذه طلق خيمة كيف قاعدين فيها، مش حياة يا عالم. يعني بقينا مبسوطين، بقينا من الأول أقول مش حياة عن جد، ولا في أكل ولا في شرب ولا في شغل ولا في عمل، كيف نعيش هذول الصغار؟ يعني مش حياة والله العظيم، والله ما هي حياة. هذول جبتهم عشان يأكلوا يشربوا الصغار والمرأة اللي عندي، لقيتهم أول قاعدين شو بدوخوا، الصغار والمرأة بتدوخ، عشان هيك جبتهم. فيش ولا في غد بز، فيش في غزة فيش أكل ولا في شرب ولا في حياة، عشان هيك جبتهم عشان يأكلوا يشربوا. انبسطوا عاد، قال له والله في أكل وفي شرب، لما غزة فيش حياة بغزة كلها رايحة. لكن كان القرار بمثابة مخاطرة، يعني أن تهرب من الجوع إلى طريق الموت. والله متنا غاد عند الحاجز برضو، متنا موت، يعني شفنا الموت بعنينا، شفت الذل بعز الشوب بعز الظهر، متنا شفنا الحياة عن جد، الحياة صعبة، ولا في شغل غاد ولا في حياة ولا في نيل ولا في شرب ولا في إشي، مش حياة يا عالم. كيف مريت عبر الحواجز الإسرائيلية اللي كانت على الطريق؟ خشيت بذل وخششتهم، حملت الشنات وبقيت بقوا معايا بيجي 5 شناتي، سيبتهم لحالي بدي أحمل، مش عارفين نحمل، حطت واحد اسفد واحد دايش ورا وتبعت الدحول وبيجي شنتتين، وزقيتهم لا تعبت ونزلتهم كل الشناتي، ضلت معايا بشي الشنطة الورا قدامي ومشيت وبعوض الله ايش نسوي، ولا نموت، يعني شفنا الموت بعنينا، مش حياة يا عالم. يعني الجوع من أجبرك على أنه أنت تأتي إلى جنوب القطاع؟ الحمد لله جينا هان، الحمد لله كنا وشربنا 100%. لكن ظروف النزوح ما زالت هي يعني ذات الظروف قاسية كتير، مش سهل أن الإنسان يبعد عن بيته. إيش نسوي؟ الحمد لله راحت ضانة، راحت الكرامة، راحت اللي بشارع النفق، وراحت التفاح. الحمد لله أحد بقول إيش واحد يسوي؟ يضل عيته وكتيش بعوض الله، إيش واحد يسوي؟ الحمد لله. أكيد معك أنت زوجتك واثنين من أطفالك؟ الحمد لله ما دول، في كمان واحدة صغيرة أصلاً. طبعاً زوجته تشاركت معه هذه المعاناة في شمال القطاع، وكذلك أيضاً في أن تصل من الشمال إلى الجنوب وتمر بممر الموت كما يسمى بنتسريم، وهذا كان أمر كتير صعب، صح؟ صحيح صحيح. كيف كان بالنسبة لك أن أنت تتخذ القرار تنتقلي من الشمال للجنوب معك أطفالك؟ وكتير قصص أكيد مرت عليك أنه الاحتلال يستهدف من يتحرك من الشمال للجنوب. والله أنا صلى على النبي، أول شيء قصفوا بيتنا ووقع علي البيت أنا وبنتي الصغيرة بعد أخذت القرار، يعني أنا شفت الموت بعيني غاد، وقلت لزوجي تاني يوم أنا بدي أطلع على الجنوب مش قادرة، البنات بدوخوا مني وكانوا يعني بالمرة، وأنا كنت تعبانة قعدت بيجي أسبوع في المستشفى، واخذت القرار يعني لا على البال ولا على الخاطر، يعني حملت حالي ووعي وغراضي وطلعت، حتى ما كانش محدش معه خبر، أهله معهم مش خبر، يعني وصلت هنا كلهم عرفوا، كان وقتها مفاجئ من قلة الأكل والشرب، لا في أكل لا في شرب لا فيش شغل، جوزي كان قاعد، كنت أنا مع دار عمي يعني ومرت عمي تصرف على بيتي، حملت حالي وجيت، بس شفنا الموت بعينينا غاد.
يعني أول ما خشينا عند اليهود حققوا مع زوجي، وبعدين بلشوا يضربوا علينا صواريخ. أنا حملت أطفال وشردت تحت رجلينا، حملت الأطفال وشردت، قلت له ارمي كل شيء بيدك وامشي. يعني أنا جيت هان معيش لبسة، يعني كل شيء شحته من هان ومن هان، ما فيش. هاي أطفالي بموتوا من السقعة في الليل وفي البرد، هاي خيمتي كلها مكسرة. يعني أنت تقصدي أنه عبر الحاجز أنت تركتي كل أغراضك؟ آه، أول شيء اليهود أخذت منا شنطه، ومع التعب ما قدرناش ناخذ ولا شيء، مع الطخ والهد ما قدرناش ناخذ شيء، كله خليناه غاب. رمينا أواعينا وبتيابنا، كل حياتنا كله رميناهم، يعني ما استفدتش شيء لأطفالي، أخذت أطفالي وشردت. إيش أكتر شغلة كانت قاسية بالنسبة لك؟ الحياة من مرة تعبانة كانت، يعني أنا قلت بدي أخذ أطفالي وأشرد، يخليهم يأكلوا يشربوا بعد المعاناة. مش قليل الواحد يجي من الشمال لجنوب، برضو صعب. يعني كيف جيتي طيب من الشمال للجنوب؟ فيش مواصلات فيش كده؟ مشي 4 ساعات مشي. أول ما وصلنا البريج أغمى علي أنا وجوزي وأطفالي، الناس إجوا غسلونا وصحصحونا وركبونا مواصل وجينا هنا. يعني إحنا طلعنا بلا إفطور، وكان وصلنا الأول ما وصلنا 4 ساعات مشي أغمى علينا كلنا. يعني الحمد لله كانت أيام صعبة لحتى الآن، يعني بتنتساش هذا اليوم، بنتساش. كمان معك أطفالك، يمكن هذا الأمر برضو زاد من معاناة النزوح. أطفالي بيجي بنتي عمرها 2 سنين مشت، وأغمى عليها وحملتها وقعدت أمشي فيها. إن كان في ناس معايا أترجيتهم يحملوها، ما قدروش يحملوها، أنا قعدت أجرها جر، وهي نايمة مني على الأرض وعلى الرمل، جريتها جر مني. كان يوم صعب جدا، يعني إحنا متنا غاد، يعني شفنا الموت غاد. القصف كان عشوائي، وين مكان القصف؟ يعني هاي أهل غزة حابين يرجعوا ما شافوش الأول إيش القصف كيف، عشان هيك. وأنا لمين بدي، أنا جيت بس هنا عشان أطفال، وبلا شغل بلا أكل بلا شرب، متنا. بعدين فيش غيام في غزة، نمنا 3 ليالي بالشارع، عباب الدار نمنا، يعني للرايح والجاي. لكن رغم ذلك، هل يتخلى الإنسان النازع عن حلم أن يعود إلى بيته آمن مطمئن؟ لا، الفاضي وفيش بيوت، غزة رماد كلها نازلة. هم عشان زمان لهم طالعين ما شافوش، أما إحنا يعني جديد، أنا جيت من غزة وشفت كل المعاناة اللي شفتها. لكن حتى لو أنت أتيت حديثا، أنا بتحدث عن إصرار من الإنسان النازح، أنه مصر رغم كل الظروف، حتى لو بيته مهدم، أنه يعود إلى منزله. صحيح، ها إن شاء الله. هل هذا الحلم ما براودك حتى رغم أنه أنت نزحت حديثا من الشمال؟ آه طبعا، آه هذه في مشكلة. يعني نفسك ترجع على بيتك؟ آه نفسي أرجع، لأنه مكسوف، نفسي أرجع، واحد خلاش عن أصله أكيد. وهذا اللي إحنا دائما بنحكي فيه، أنه الإنسان النازح يصر على أن يعود إلى حياته السابقة، حتى لو كانت يعني قد مسحت من الخارطة بفعل الاحتلال وهذه الحرب الشرسة. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، هذه العائلة، عائلة أبو سل، وأيضا عائلة علوان، هي عائلة واحدة من شمال القطاع. كيف حالك يا عمو؟ فيش شلة بعدنا. احكي لي، طب ايش اسمك انت قبل؟ سلين علوان. سلين؟ سلين علوان. طيب سلين، كيف الوضع عندكم؟ فيش عنا شلة، وفيش عنا حياة، كل اشي وفيش عنا هذا مية، فيش عنا شلب، فيش عنا اكل، فيش عنا كل اشي، فيش عنا. وكيف أقعد؟ كل حاجة كسفت كلها. أنت جيتي مع ماما من الشمال؟ آه. شفت اليهود في الطريق؟ آه شفت، خذ القصاصة لسو هذا شدادة رشوا عليك الإقزازة؟ آه. شو كمان؟ إيش بتتذكر؟ إيش شفتي كمان في الطريق؟ شفت سوا كمان، شفت الدبابات واليهود موجودين على الطريق؟ اه مشيت كثير يا عمو؟ اه يا قديش كثير مشيت؟ يعني ساعة ساعتين ثلاثة؟ اه خافي من اليهود انت؟ اه كل شيء نخاف منهم. طب ايش في نفسك يا عمو، ايش تتمنى؟ وكمان لمو شتات، وفيش عنا واعي كمان. طب ايش تتمنى، ايش في نفسك؟ شافي أنا كل حياة. إنه إيش؟ كل حياة شافي. يكون عندكم حياة؟ أكيد يا عم، إن شاء الله يعني تعود هذه الحياة التي يتمناها الصغار، تعود إلى الصغار قبل الكبار، فهم أكثر من تضرر
بفعل هذه الحرب الإسرائيلية وتداعياتها الخطيرة. عائلات فلسطينية ما زالت تذوق كل مر في هذه الحرب حتى بعد مرور عام كامل من هذه الحرب وتداعياتها التي ما زالت تلقي بظلالها على واقع الحال في هذه المناطق. ستستمر المعاناة مع استمرار هذه الحرب التي يتمنى النازحون أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. من مواصي مدينة خان يونس من أقصى جنوب القطاع لقناة الجزيرة مباشر، جمال عدوان.